هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة وصفات سهلة وبسيطة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والنهاردة اكلتنا ارديحي ولذيذة وخفيفة ولطيفة، حاجات متعودين عليها زي طبق البصارة اللي هنعمله كمان شوية، وهنعمل طبق فول مقلي، كسبرية، فول مدشوش بالصلصة والطشة، ايا كان بقى بتسموه ايه، لانه يعني ليه شوية اسماء كده، هو في الاخر تقريبا بيبقى حاجة واحدة او في اختلافات بسيطة، حد ما بيحطلوش طشة، حد ما بيحمرش البصلة قوي، حد بيسلقه سلقة الاول، حد بيحطله رز ومحدش بيحطله رز، فالموضوع شوية ايه رايح جاي كده، ولكن تقريبا نفس المكونات. كنت اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات واحنا بنتكلم عن ازاي نوفر او ازاي نلم ايدينا او ايه هي الوصفات اللي انا ممكن اكون مثلا بعملها بحاجة واحدة عندي في البيت، جبت كيس فول مدشوش او كيسين، فاعمل ايه علشان استخدمهم في اكلتين مثلا. هقول ان انا هعمل البصارة وهعمل مرة تانية الفول المقلي، وابقى عملت اهو اكلتين غدا ملهمش علاقة ببعض، ولكن من نفس الحاجة اللي انا اشتريتها بكيس او بكيسين ايا كان، لو انا حتى بشتري من عند العلاف بالكيلو. توضيب وترتيب وعمل جدول وكتابة الوصفات بتاعة الأسبوع اللي أنا محتاجاها، سواء أنا هطبخ كذا، أنا هطلب كذا، هدخل السوبر ماركت محتاجة كذا، كذا ده هعمل بيه كذا وكذا، وهطلع منه لللانش بوكس، وهعمل منه للي راجع من الجيم أو رايح الجيم، ده فيه كذا لفلان اللي بياخد معاه لانش بوكس للغدا بتاعه هناك، فانا هعمل الكفته دي يوم غدا واخد منها لللانش بوكس بتاع فلان. ده اللي اقصده، فكره ترتيب وتوضيب البيت واداره البيت واداره المطبخ والمكونات اللي عندي ازاي استغلها احسن استغلال. يلا بينا، يلا بينا. انا عندي مشكله كبيره قوي في الصوت، في وش كتير قوي في وداني، مش عارفه ده ايه حله، صعب قوي. يلا ايه؟ طيب تمام. يلا المقادير بتاعتنا دلوقتي على الشاشه، محتاجين نص كيلو فول مدشوش، بصله مفرومه ناعم او متخرطه زي ما تحبوا عادي، معلقه كبيره من الثوم المفروم اللي هم 4-5 فصوص ثوم كده حلوين، عايزين بقى نص كوبايه كزبره مفرومه، كوبايتين عصير طماطم، معلقتين كبار من الصلصه، عايزه سمنه، كزبره، كمون، ملح، فلفل اسود. نقعنا الفول ساعتين. الو؟ نعم. ايه بتقولوا لي حاجه؟ طيب ماشي. نقعنا الفول ساعتين. يلا ننزل دلوقتي بقى كده ايه بالزيت وبالسمنه، انا ببقى عايزه استخدم الاثنين الحقيقه في وصفه زي دي، فهحط معلقه سمنه على شويه زيت بالشكل ده. ارقامنا على الشاشه، مستنيه تليفوناتكم اكيد، على 02-38-35-227. يلا بينا. يا ام دليدا ازيك؟ هاي 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 هاي، عاملة ايه؟ وحشتيني قوي 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 يا دودو. وحشتيني يا روح قلبي. ايه الحلاوة دي؟ شكرا يا حياتي، تسلمي حبيبتي. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ شكلك زي القمر. تسلمي حبيبتي، شكرا. مميزة جدا يكون اول مكالمة ليكي النهاردة من كتر ما انتي وحشتيني. احلى احلى استباحة كده، انا بحب كده استفتح بيكو حبيبتي. اهلا وسهلا. ممكن بقى اعمل ايه؟ ده من عندك لو سمحتي. اكيد من فضلك. عايزة اعيد على اختي دعاء ام مالك بمناسبة عيد ميلادها، واقول لها كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وكل سنة وانتي احن اختي في الدنيا قلبا وقالبا. كل لو سنة سمحت عايزيني عليها معايا. كل سنة وانتي طيبة يا دودو، كل سنة وانتي طيبة يا دعاء، كل سنة وانتي بألف خير يا حبيبتي، وربنا يخليكوا لبعض يا رب. شكرا يا أم دليدة. يلا الحلة سخنت كويس قوي، هننزل بالبصل، نسمع تش. البصلاية هنا عايزة أسويها سنة زيادة، يعني مش بس هدبلها، لا ازيد شويه من موضوع الدبلان ده، هقلب براحتي كده
ومش هحط الثوم دلوقتي، بس هديها شويه ملح. كده الفول المدشوش كمان حلاوته في ان الناس اللي عندها مشاكل في القولون وفي المعده علشان من غير قشره فبيبقى خفيف وما بيتعب لهمش معدتهم، لو انتوا زي حالاتي يعني. فانا بحب الفول المدشوش في كده، حتى هتلاقوه في المعلبات عاملينه هم فول مقشور، مكتوب عليه مقشور كده، فاعتقد ان هم بيستخدموا الفول المدشوش وبيدمسوه كده، بيبقى برضو لطيف. هي المشكلة كلها في القولون وفي الفول القشرة. خليها بس البصلاية كده ايه تاخد وقتها، وزي ما اتفقنا احنا نقعنا الفول المدشوش حوالي ساعة او ساعتين، عادي جدا ممكن 3 ساعات كمان، وبعدين نصفيه كويس قوي من المية. عندي فلفل اخضر حامي، بالنسبه لي ده حاجه ضروريه، لو انتوا بالنسبه لكم لا خلاص هنشيله، لانه يعني مش كل الناس بتحب تاكل حامي. الثوم اساسي اساسي في المرتين، لان انا هحط كميه ثوم الاول هنا وثوم تاني في الطش. لو انت عايزه تحطي مره واحده، طب انهي يبقى احلى؟ لو هي مره واحده خلاص هتحطي في الطشه بس، عشان هي اللي ريحتها هتفحفح معاكي، فما تحطيش في الاول وفي الاخر، لكن لو انت عايزه تحطي مره واحده يبقى في الطشه بس. البصلايه كده ابتدت ايه تروح، لان هي ابتدت تدبل. هنزل بالثوم، وزي ما بقول لكم انا مزوده شويه استوى بتاعها. ومعانا ورده، ايه الاسماء الحلوه دي يا ورده؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا اهلا، ازيك يا ورده؟ عامله ايه يا شيخ؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله جدا والله. ايه اخبارك انت؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بخير الحمد لله. انت والله كويسه؟ العظيم منوره الشاشه. شكرا شكرا شكرا، منوره الشاشه والله. انا بسمع كل يعني حاجاتك كده بسمعها بقى قوي. حبيبه قلبي منوره الدنيا، شكرا، تسلمي وتعيشي. شكرا يا ورده، كتر خيرك يا حبيبتي، تسلمي على متابعتك وعلى كلامك الحلو. معلش البصلايه بتاخد وقت، نستحمل مع بعض. انا عايزاكم تشوفوا التفاصيل، امال احنا على الهوا بنعمل ايه؟ عارفين بقى في الفيديوهات، في الفيديوهات بقى بنعمل مونتاج على طول من الخطوه دي للخطوه دي، لكن احنا على الهوا لازم تبقوا ماشيين مع خطوات البصله، ما عنديش اوبشن يعني. ومش عايزه احط الحاجات الا لما اطمن انه وصلت للطعم ده، لان طعم البصلايه هو اللي قاعد معايا وهو اللي هيفرق قوي في الفول، في الفول المقلي. كده تعالوا نجهز الفول. يا مدام عزه ازاي حضرتك؟ نعم ازيك. اه سامعاك، ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا شيخ دعاء؟ انا كويس، انا اول مره اكلمك. يا دي النور يا دي الهنا، اهلا وسهلا. طيب كنت عايزه من حضرتك حاجه، ممكن تكلميني بعد الحلقه؟ طب سيبي رقم تليفونك. حاضر ماشي. طبعا انت على على بوتاجازك بقى، الغاز ما بياخدش الوقت ده. انا هنزل اول حاجه بالصلصه، اوكي؟ احنا نزلنا بالبصل والثوم، هنزل بعد كده بالصلصه عشان عايزه اقلب الصلصه مع الزيت كده علشان تطلع الطعم بتاع التعليب ده. دايما وانتوا بتستخدموا صلصه قلبوها كده وحطوها في الزيت كده، اه عشان الماده الحافظه اللي فيها. حتى هي بيوصل لان هو قبل التقليه بشويه، لون البصل يوصل قبل التقليه بشويه، اللي هو اللون نبتدي يغمق يعني، مبقاش فيه ميه خالص. موضوع الرز او الفريك او كده، عشان في ناس بتحط شويه فريك او رز برده مفيش مشكله، بس انا بحس ان هو مش محتاج يتقل، مش محتاج نشا يعني، النشا اللي موجوده في الفول كفايه تكفي يعني. يا رحمه.
ايه يا شيف، عاملة ايه؟ هاي ازيك؟ هاي، هاي هاي يا حياتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، انت عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله. بحبك قوي والله، شكرا. انا بجد اول مرة انا اتكلم على الهوا واكلمك. منورة حبيبتي، ان شاء الله مش اخر مرة. ان شاء الله اكلمك بقى كل يوم ولا تزهق مني؟ لا ابدا، ما زهقش ابدا. اتصلي بس سلمي علينا وقولي لنا هاي هاي بحلاوتك دي، ونقول لك بحبك باي قوي باي لما وخلاص. تجيبيها. شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا. ده انا هاي هاي دي بقى الناس بقى قعدت تقول لي بطليها بطليها قد كده. شفتوا بقى، شفتوا بقى، دي بقى حلاوه ان الواحد يستمر كده، يستمر ويصمد. انا صمدت، دفعت عن هاي هاي بكل قوايا العقليه. كل شويه بطلي هاي هاي، بطلي هاي هاي، في ايه؟ اهو الناس بتحبها اهي. مش ممكن يعني، كل كان انا قعدت كتير قوي سنين يعني، كفايه هاي هاي، بطلي هاي هاي، ايه الغلاسه دي؟ ايه الرخامه دي؟ لا اهو الناس بتحبها اهو. مش عارفه في ايه، مش عارفه لسه طبعا لحد دلوقتي يعني. ايه؟ ايوه كلهم والله، بتلاقيهم كلهم يدخلوا يقولوا هاي هاي. ام احمد معانا؟ هاي هاي يا هاي. ام احمد. عامله ايه؟ انا كويسه، ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد احلى لله. كلمه، احلى كلمه بتطلع من احلى بق. تسلم يا روح قلبي، انا بحبك جدا جدا وانا جدا. كمان بحبك جدا. انت كيوت جدا يا شيف والله العظيم، وجميله جدا، شكرا. بسكوته بسكوته بسكوته. لا والله، لا لا، بيبان كده بس انا مش كده. لا لا انت كده والله، لو غير كده يبقى مش عارفه اقول له ايه. شكرا شكرا. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي يا ام احمد، انت كتر عامله ايه؟ خيرك. كويسه والله الحمد لله. تسلم ايدك يا رب، ربنا يحسن بين ايديك يا رب ويسعدك ويرضيك يا روح قلبي. تسلمي. فاينالي البصله وصلت، البصله وصلت للوقت اللي انا عايزاه. بيقولوا لي فاصل، ما انا طبعا السيجمنت كله بعمل في البصلايه بس كده. تمام اهو. شكرا اهو. نحط بقى ايه الصلصه كده 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 كده، وعلى الصلصه وهي بتشكشك كده على طول تقومي حاطه قرن الفلفل بالشكل ده، ونحط الكمون كده وشوية كزبرة حلوين كده، وآدي الفلفل الأسود كده كده. اه طبعا ده الكمون رهيب مع البقوليات كلها، عشان القولون كمان. نعمل كده، وقبل ما تتحروق بقى ولا يحصل أي حاجة، نقوم منزلين الفول المنقوع ساعتين أو ساعة من غير طبعا ولا نقطة مية خالص، ونقلب في الفولة ونسخنها كده ونحرمشها مع الخلطة اللي احنا اشتغلنا بيها. هنطلع فاصل ولا عايزين؟ عندنا تليفون يا ام احمد. حبيبة قلبي، ازيك يا حبيبتي؟ مساء الفل حبيبتي. كل اللي بيطلع منك حلو والله العظيم. شكرا. هاي هاي، كل بيطلع كلامك انت بلاش والله العظيم، بكلمك بجد. شكرا والله، شكرا والله العظيم. يعني اي حاجه بتقوليها بصراحه بتطلع من قلبك فعلا. ده انت ذوق بس، ذوق والله. والله العظيم بكلمك جد، انا جربت ناس كتير بس لقيتك انت والله قلبك حنين فعلا فعلا يعني. شكرا. ما تزعليش من اي حد، سيبيها على الله. الحمد لله، سايباها على الله. حبيبه قلبي، الله يخليكي الف يا رب. حمد وشكر. حبيت اسلم عليكي يا حبيبي. ربنا يسعدك، شكرا قوي على المكالمه الحلوه، شكرا يا روح قلبي. بما اننا ما طلعناش فاصل بقى وانا قلبت كويس قوي، ننزل بالطماطم عشان نسيب بقى الكلام ده يستوي وندخل على البصاره على طول. السيجمنت اللي جاي هننزل كمان بشويه ميه، عشان انتوا عارفين طبعا الفول هيحتاج شويه وقت وتسويه، فاحنا هنحط له كده كوبايه ميه. نعم. لا مش دلوقتي بقى، هنحط كده ادي الميه، وهنراقب على نار متوسطة ان هو بيغلي، علشان لو احتاج مية تاني ما يشطش مننا. وكل ما هفتح هدي تقليبة وابص اشوف ايه الاخبار. انا كده تمام قوي، مش باقيلي غير حاجتين، لما الفول يستوي ويتشرب وينفش وكله واطمن عليه، هيبقى عندي المرقة هحطها في الاخر، علشان المرقة مع الغلية الزيادة ليها طعم ونكهة كده ما بحبهاش، فهحطها في الاخر. وعندي الطشة اللي هي كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة،
وهجيب التوم في الفاصل، فهطلع فاصل وارجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل والفول على النار، ودلوقتي بقى ندخل على البصار. طيب قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم عن البصار، البصاره الخضره بتاعتها في ناس بتحط لها بقدونس وفي ناس ما بتحطش، في ناس ما بتحطش شبت، فاختيارك في الخضره ده يرجع لك وعلى حسب ذوقك. تعالوا نشوف بقى انا بحبها ازاي. تمام، انا ما قلتش ان البصاره، عشان انا كلمه غلط ما بتتعملش كده، غلط ما بنعملهاش لا ما فيش غلط، ربنا ما يجيب غلط. كل حد ليه تكه معينه، شال حاجه، اضاف حاجه، حط حاجه بدل حاجه، وارد بتحصل، عشان احنا تقريبا 100 وحاجه مليون، مستحيل نبقى كلنا زي بعض. فالبصار بالذات عشان الكلام عليها بيبقى كتير قوي، سواء بقى في كميه الخضره، سواء في نوعيه الخضره اللي بتتحط. في ناس بتحط اصلا كزبره بس، ما بتحبش الشبت والبقدونس مع بعض، في ناس بتشيل حاجه من الاثنين، ايا كان. لا ده احنا بنعملها صفرة، لا ده احنا ما بنعملهاش خضرة، عادي. تعالوا نشوف انا بعملها ازاي، يلا بينا. هنعمل البصارة بنص كيلو فول مدشوش، بصلة واحدة صغيرة مش كبيرة، وهنقطعها اربع تربع. عايزين فلفل حراق، ده لو انتوا بتحبوا التاتش الحراق في البصارة وبيبقى مطحون، فهو قرن فلفل واحد مش ثلاثة ولا حاجة، عشان مكتوب عندي هنا ثلاثة. عايزين ثلاث فصوص ثوم بنحطهم مع السلق، يعني بسلق الفول مع الفصوص الثوم مع البصل. بعد كده بقى بنروح للخضرة. الخضرة على حسب الحزم، يعني الحزمة اللي هي عودين ثلاثة دي أنا بستخدم منها حزمتين. لو أنت بتشتري حزمة محترمة فإحنا لأ بناخد منها، بنعاير بقى، نبتدي بقى نعاير نص كوباية من كل حاجة، نص كوبايه كده او كوبايه الا ربع كده من كل حاجه. انا بحط بقدونس، بحط كزبره، وبحط شبت، بحط الثلاث حاجات، فبستخدمهم كلهم قد بعض. باخد بقى نص كوبايه نص كوبايه نص كوبايه، او كوبايه كوبايه كوبايه، مفروم كله. اوكي، كوبايه اللي هي الكوب المعياري او كوبايه الشاي زي ما تحبوا، بس انا بحبها خضره، يعني بحب لونها اخضر، ما بحبهاش مصفره. فاللي بيقلل بيقلل على قد ما هو بيحب، كوبايه الا ربع، نص كوبايه من كل حاجه، حزمه من كل حاجه مش حزمتين، عشان احنا لما بنقول حزمتين بيبان ان هو كتير قوي، وانا بتكلم على ان الحزمه دلوقتي بقت صغيره قوي 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 جدا. عايزين مرقه، بحط مكعب مرقه. عايزه كمان اقول لكم على تاتش البيكنج صودا، التاتش ده بيكون اقل كتير من ربع معلقه كمان، اذا عايزين انها تحتفظ بلون اخضر فائع. لو مش عايزين، وانا مش بحب ان انا اضيفها كل مره، ساعات بحط التاتش ده وساعات لا، ما تحطوش الكربونات وخالص، ملهاش اي لازمه يعني في الطعم، هي بس لون تخلي الخضره زاهيه جدا. عايزين نعناع ناشف، وبالنسبه لي ده اساسي، كزبره ناشفه، كمون، ملح، وفلفل اسود. الطشه عشان بعمل لها طشه توم بكزبره بشويه كمون بزيت التحمير بتاع البصل، وطبعا عندنا بقى شويه بصل حلوين كده مقرمشين زي اللي بنعمله للكشك وللكشري. يلا بينا. قبل ما نبتدي تعالوا نبص بصه كده على الفول ونشوف ايه الاخبار. بعد ما بيغلي بوطي عليه النار وبخليه على نار متوسطه، عشان كانه بيتدمس كده، يعني يستوي على الهادي، ما يستويش ويقعد بقى يضيع لي كل اللي انا عملته، والصوص بتاعه يطير وينشف ويلزق ويكلكع في بعضه. لا ده انا عايزاه يستوي وفي نفس الوقت يبقى صوصي كده وفي صوصه جميل. يلا بينا. اول حاجه اكيد بعملها هو ان انا بغسله على طول، مش بننقعه بقى، لو عايزين تنقعوه اوكي، بس يعني لو سلقنا على طول ما يجراش حاجه. بسلق الفول لمدة تقريبا 20 دقيقة غلية، تلت ساعة بيغلي، يعني بعد التلت ساعة من وقت الغليان أنا بحطه كده في الحلة، وبحط عليه البصل، بصلاية صغيرة، أنا بس حاطة البصل على الخضرة معلش فهيلون شوية، والخضرة بتتحط بعد ما بنسلق خالص،
اوكي، بعد ما بطمن ان هو اتسلق اصلا، عشان مع الغليه كتير بيضيع لونها. اوكي، فهنحط دلوقتي الميه ونسيب الكلام ده على النار ونعد 20 دقيقه من بدايه الغليان، وناخد بالنا انه دايما يكون فيه لسه ميه، والميه تكون قد ايه؟ تكون مغطيه البصل، تكون مغطيه الفول. دايما ميه مغطيه الفول، دايما يعني على طول بطمن ان الفول مش فوق والميه تحت، لا دايما كده، ده المنسوب على طول. بعد كده بقى نبقى نشوف احنا استوى في قد ايه، عشان انا محتاجه شويه ميه، مش محتاجه فول بس. طول الوقت انا محافظه على منسوب الميه، فبزود شويه ميه في شويه ميه. في خلال الثلث ساعه دول تقريبا بنزود مرتين. هحط شويه كمون مع السلق. اه يا حبيبتي، حاضر، نحط بس الكمون كده وشويه ملح، ونحط الكلام ده على النار، ونكلم كريمه. ازيك؟ الو. الو، اهلا اهلا. اهلا بيبي، ازيك؟ عامله ايه؟ الو، انا سامعاكي كويس قوي. انا سامعه حضرتك كويس قوي قوي، اتفضلي. يا اخيرا كلمتك، انا فرحانه قوي. اهلا وسهلا، فرحانه قوي اني كلمتك والله، انا بحبك جدا. انا كمان فرحانه اني سامعه صوتك. اهلا بيكي، وحشتيني. اول مره اكلمك، وانت والله وحشتيني قوي. منوره حبيبتي، منوره ومشرفه الدنيا كلها. هتبقى اخر مره اكيد، يا ريت، من فضلك. ان شاء الله، انا بحبك جدا وبحب اتفرج على اكلاتك وعلى كل اللي بتعمليه. حبيبتي يا حبيبه قلبي، حاجه بتعمليها يا حبيبه قلبي، ما تحرمش منك ابدا ابدا. شكرا، ربنا يخليكي يا رب ويكرمك. انا بس طالبه منك طلب صغنن. قولي حبيبتي. انا طالبه منك تدعيلي دعوه حلوه. حاضر، نفسك في ايه؟ تعالي ندعي لك كده انا والناس كلها، عايزه ندعي لك بايه؟ نفسي ربنا يحقق لي اللي بتمناه. يا رب يا حبيبتي، ربنا يحقق لك اللي نفسك فيه كله، واحنا كمان يا رب حقق لنا كل اللي نفسنا فيه، وكل الناس تتفرج علينا يا رب. كل حد نفسه في حاجه تتحقق له ويستجيب كده لكل دعواتنا كلنا مع بعض، عشان احنا كلنا غلابه قوي وطيبين قوي. ان شاء الله ان شاء الله، عشمنا في ربنا كبير باذن الله دايما كده يعني، ونطلب من ربنا المستحيل عادي يعني، اطلبي براحتك، كل اللي نفسك فيه كله باذن الله يتحقق يا حبيبتي. يلا بينا. اللي حصل بقى ايه؟ اقول لكم بقى اللي حصل، ان احنا هنا حطينا خضره، فانا انسوا بقى كانه هنا مفيش خضره، في شويه خضره كده صغنطتين خالص، اوكي انسوهم، بصوا عاملين لون كده خفيف. فانا اعتبر، تعالوا نعتبر مع بعض، خلاص بقى امشي يا خضره، مشوا بصوا عليا، يلا ده كده مفيهوش خضره. اوكي، كده وصلنا لان الفول خلاص اتضرب اتسلق، ننزل بيه بقى على، ننزل بالخضره عليه على طول، يلا كده. اوكي، عشان تبقى خضره كده وجميله، تعالوا بقى ننزل بالخضره بالشكل ده، عشان انا الخضره بتاعتي زياده شويه، بلس ان انا بحب البصاره تبقى لونها اخضر مش مصفر، تمام؟ فعشان كده بقول لكم ان انا بزود شويه الخضره. وانس انها تاخد غلوه مع الفول اللي هو اوريدي اتسلق، خلاص بياخد غلوه تقريبا دقيقتين ثلاثه مش اكتر من كده، يعني اللي هو ما بنسيبهاش بقى. نقدر ان احنا نحط الكربوناتو لو احنا عايزينها تحتفظ باللون الاخضر المزهزه ده، بنحط لها رشه الكربوناتو. لو احنا مش عايزين اللون الاخضر المزهزه وعايزين اللون الطبيعي اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا، يبقى خلاص مش بنحط، وبناخدها زي ما هي نضربها في الخلاط. هنشيل الطشه، لا مش هنشيلها دلوقتي، تعالوا نحط المرقه، عشان خلاص برضو في الاخر كده بنحط المرقه. انا بحط واحده او واحده ونص على حسب الكميه اللي انا عايزه اعملها، وبدوب المرقه كويس قوي كده في السخن ده، تاخد الدقيقتين مع الخضره. ممكن اقوم ظابطه الملح، وممكن اظبط الملح لما اخلص خالص بعد الضرب. احسن بعد ما ايه نضربها نظبط بقى الملح، نرش رشه الكمون، نعمل الطشه، خلاص بقى كده التطشات بتبقى تمام. انا الغلوه دي هي يا دوب بتبقى غلوه، وبعدين باخدها على طول على الخلاط وابتدي اضربها كويس قوي.
لما نضربها كويس قوي وتبقى ناعمه مش بنحتاج خالص ان احنا لا مفيش بهارات بقى ولا توابل ولا اي حاجه، احنا حطينا كمون في السلق وخلاص. فبعد كده احنا دلوقتي هناخدها نضربها في الخلاط ومن غير ما نصفيها ولا اي حاجه، هي هتبقى كريمي وخطيره. وبعد كده نبتدي نظبطها مع بعض ونغرفها وبالهنا والشفا. وعلى حسب بقى انتوا بتعملوا جنبها شويه ايه، احنا لسه عاملين شويه بتنجان مخلل تقريبا امبارح جنب الفاصوليا كانت تحفه. تعالوا بقى ايه ناخد كده، بصوا قرن الفلفل اللي بقول لكم عليه اللي اتسلق ده بيطلع طعمه رهيب بقى في الخلطه بتاعتنا كده. ناخد بقى الكلام ده ونضرب كويس قوي ونحط في حله نظيفه من غير ما تصفي ولا اي حاجه، بس قرن الفلفل مع الخضره والبصل والحركات بيخليها وهميه. شويه طماطم مخلله مثلا، يا سلام مع عيش بلدي حلو كده. انا هضرب بس مره واحده وخلاص، المره الثانيه بقى اضربها في الفاصل واوريها لكم بعد الضرب. اوكي يلا. شفتوا اللون ازاي بيتحول بقى من فاتح كده للون اخضر جميل قوي؟ بس لازم نضرب كويس جدا، عايزاكم تشوفوا اللون وتشوفوا القوام، عشان القوام مهم قوي قوي قوي، عشان مش عايزينها ولا خفيفه ولا تقيله. ناخد حله من هنا. يا ام محمود ازيك؟ ازيك، اهلا وسهلا. اهلا، فاكراني انا اللي كنت بكلمك؟ انا كنت قاعدني في المستشفى. حبيبتي اخبارك ايه؟ انا لسه ما خرجتش. انا طبعا اكيد اللي بيسمعنا يقول لك دي مجنونه. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، الف سلامه. انا ما اقدرش ان انا اعدي يوم ما اكلمكيش. تسلمي يا روح قلبي، شكرا. تسلمي يا حبيبتي، كتر خيرك. تسلمي. انا عايزه اقول لك سر بقى. قولي. بصي انا مصوراكي عندي على التليفون وانت بتتكلمي، ومثبتاكي عندي على الشاشه وبتبعتيلك العيش. وبعدين بتعملي ايه؟ يعني بصي مخلياك الوقت كل ما افتح اسلم عليكي. ايه ده بجد؟ يعني على التليفون كده بجد؟ كدباكي عندي وكدباكي العيش. يعني العيش يا روحي يا روحي. انا انت مجنونه، شلتي صورتك انت وجوزك وحطيتي قبلهم. هي العيش ايه فعلا؟ يا حبيبتي والله شكرا شكرا. انا ممكن اللي تسمعني الناس تقول لك دي محجوزه منها وقاعده تتكلم في التليفون، بس انا يا حبيبتي الف سلامه عليه وربنا يطمن قلبك عليه. وقد ما انت طيبه وجميله وبيضه كده من جوه، ان شاء الله ربنا يكرمك ويسعدك يا رب ويقومه لك بالسلام وتطمني عليه. شكرا 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 شكرا. يلا تعالوا بقى ايه، بصوا القوام اهو ده القوام. اوكي انا كده بالنسبه لي تمام جدا. طبعا هي لما بتبرد بتتقل، فاحنا كده اوكي زي الفل. اللون خطير وكله تمام قوي. انا دلوقتي بقى هطلع فاصل عشان اخد ايه ضربه كمان في الحبه اللي باقيين عندي، ولما نرجع نتبل ونغرف وناكل بقى بالهنا والشفاء. فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وخلاص كده كملت الكميه كلها وضربت البصاره، نصبها بقى في الحله. بصوا بقى ايه، بس شويه على ما انتوا رجعتولي كانت تقلت ازاي كده. تمام، اخفها احسن ما هي تبقى خفيفه وميميه وابقى مش عارفه اتقلها ازاي واعمل ايه. فانا كده في الخلاط هحط بقى شويه ميه سخنه واخفها كده لحد ما توصل للقوام اللي انا بحبه كده، ده اللون اللي انا بحبه. فيلا بينا ونظبط الملح وشويه البهارات. ما بسيبش اي حاجه في الخلاط، لا ولا طماطم ولا بصاره ولا اي حاجه، مستحيل. مش هسيب حقي. يا كريستينا. هاي 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 هاي، عامله ايه؟
الحمد لله يا حضرتك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله بخير. مع احترامي للمخرج، انا مش عايزاكي تبطلي هاي هاي خالص، بتبقى قمر منك. المخرج ملوش دعوه، المخرج كويس. انا معرفش مين المعترض على الموضوع. الناس لا، كانت الناس يعني، كان ناس تعليقات يعني كومنتس. لا، بس بجد سكر. شكرا يا كريستين، انا اتعلمتها منك. ايوه كده، خلينا كلنا نقول هاي هاي عادي يعني. شوف، انا عايزه بس اقول لك، بما انك بتعملي البطاره كده، قولي يا حلوه. كنت عايزه اقول لك يعني انا برضو بعملها، بس في حاجه كده احنا بنعملها، بس هي شويه صعيدي يعني، فاهماني؟ احنا من اسيوط شويه، فبنعملها ليها تكه كده. قولي لي بقى، احنا بنحط كزبره بس، مش بنحط كميه الخضره دي، وبنحط هيك عارفه الملوخيه الناشفه؟ طبعا. بناخد شويه بنفركهم عليها. ايوه ماشي، بتبقى فظيعه. وايه كمان؟ لا بس هي دي الحركه اللي احنا بنعملها. يعني مش بنحط ورق، احنا بنحط كزبره بس خضره. ايوه فهمت. واقل من كده ما بتبقاش خضره، صح؟ يعني حتى الكزبره بتبقى شويه مش كتير. بالظبط. صح بس انت بقى بتسلم ايدك، شكلها قمر. تسلم يا روح قلبي، انا مش بزعل خالص وحياه ربنا، قولي براحتك عادي. انا بقى ايه طلبها يعني، طلبين بصراحه عندك. قولي يا حبيبتي. اول حاجه انا عايزه طريقه الرز المعمر، الحلو مش الحادق. حاضر، من عينيا. تمام، حاضر. الحاجه الثانيه بقى، انا كنت كلمت شيف قبل كده من على القناه بدون ذكر اسماء، كنت طلبت منه ان انا بنتي قربت تتم السنه ودايما رافضه كل حاجه. فعايزاكم تهتموا معلش شويه بحته الطفل الصغنن، حتى لو اكله كده كل اسبوع، نبقى بس ايه عارفين نعمل ايه. حاضر يا حبيبتي، حاضر، نفكر ازاي نعمل لك الموضوع ده بأبسط الطرق. حاضر يا حبيبتي. هو بس الفكرة في انه ايه، يعني بيبقى عايز شوية كلام من متخصص، فهماني؟ يعني انا لو طلعت وقلت مثلا الاطفال تاكل كذا، يطلع ده معلومة غلط، تطلع ما تنفعش، يعني تحسيها محتاجة حد دارس قوي، مش يعني يقول لك كل المقترحات بس. يا خبر ابيض لو هو مثلا قلت لك اكليه كذا وهو عنده حساسيه من كذا، تخيلي لو قلت لك اكليه كذا، او الطفل من السن كذا للسن كذا اعملي له الطبخه دي، ده تحفه وبتبقى جميله وفظيعه، ويطلع هو عنده مشكله مع الفول ولا مشكله مع مش عارف ايه، تبقى كارثه. فعشان كده دايما لما بنيجي نسمع الكلام اللي يخص اكل الاطفال، لازم كويس قوي نبقى بنسمعه من متخصص دارس وعارف الاطفال في السن ده ينفع تاكل ايه وينفع ما تاكلش ايه، وايه الكميه اللي ندخلها لهم، ونجرب ازاي وما نجربش ازاي. بس يعني هي دي حاجه مهمه قوي ان احنا نبقى عارفينها، فعشان كده بقولك بفكر ازاي نعملها لك كويس. ايوه يا نور، صح هقولها دلوقتي. تعالوا نحط المرقه على الفول اللي احنا سايبينه يستوي، وقلت لكم ان احنا هنحطها في الاخر خالص علشان المرقة ما تغليش كتير، نحطها كده ونقلبها لما نحس ان الفولة، بصوا اهو كأنه فول مدمس خطير وريحته تحفة رهيب، بس انا حاسة من ريحته كده انه محتاج تكة كمون يعني، هدوقه كمان شوية. خلينا نرجع تاني للبصارة عشان نتبلها، انا بس دي اهم حاجة ان انا كنت احط المرقة عشان تدوب براحتها. البصارة انا كده تمام قوي، هحط بقى الملح، تعالوا نظبط كده بقى الملح، ونحط الفلفل الاسود، حاطين كمون في الاول واحنا بنسلق، بس ده ما يمنعش ان احنا هنحط تاني كمون كده. تعالوا نحط تاتش الكمون كمان هنا بالمره، بما اني بقى ماسكه الكمون في ايديا، عشان انا حاسه ان هو محتاج تاتش كمون. نعناع اللي كريستين كانت بتقول عليه بقى، موضوع الملوخيه، عشان برضو من الحاجات اللي ناس كتير قوي قالت لي عليها، حطي بتاع ايه معلقه كده صغيره من الملوخيه الناشفه. هقول لكم على حاجه، هي حلوه على ذوقي يعني، انا مش بتكلم على حاجه، انا بتكلم على ذوقي، حلوه طبعا بس مش ذوقي يعني، لما اجي اعملها تاني في البيت هحط الملوخيه؟ لا مش هحطها، فاهمين الفكره؟ حلوه جميله ولايقه جدا، مش بره الموضوع يعني، مش ايه اللي جاب الملوخيه، لا خالص، ان موجوده بس هو تيست في تعود شويه، فانا حاسه انه لا، لما جيت اعملها تاني ما حطتش الملوخيه، لا انا عايزه التيست بتاعي اللي انا متعوده عليه، لكن هي حلوه، حلوه جدا.
فانتوا جربوا، جربوا تاتش الملوخيه الناشفه، انا جربته فجربوه عشان وارد جدا جدا بنسبه 60% تعجبكم، يعني مش هقول 50 60%. يا ام مصطفى أنا. ازيك؟ ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا بحبك قوي يا شفده والله العظيم، بموت فيك. وانا بحبك جميله قوي قوي على فكره. نعم. انا تاني مره اكلمك واحده بتطبخ الفطار. ياه. فعلا والله دي صدفه، دي صدفه غريبه جدا. صدفه جميله والله، انا مستغربه اصلا ان انا فعلا يعني انا بعيد اليوم ولا ايه؟ انا حاسه ان الموقف ده حصل قبل كده، كلنا بتحصل لنا. ايوه لما قلت لك ما بتحط ملوخيه ناشفه عليها. صح صح، ايوه صح. وانا قلت لك ايه بقى وقتها؟ قلت لي ده ذواق. ايوه صح، قلت لي يا ذواق، في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده. صح يا حبيبتي صح، انا بحبك قوي والله. شوف دعائك منوراني يا حبيبتي، منوره الدنيا، ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا حبيبتي، ويسلم لي مكالمتك الحلوه. مش انا البوتاجاز قفل؟ عايزه اعمل الطشه بتاعه الاثنين. انا حطيت الطشه الاولانيه اهي بتاعه الفول المقلي، اللي هي كزبره خضراء وتوم، كزبره ناشفه وسمنه. هيبقى في حد بيتفرج علينا هيقول ما بنحطش كزبره خضراء، هقول له معلش نجرب، تعالى نجرب مع بعض. في ناس هتقول لك لا ما بنحطش بقى اصلا كزبره ناشفه ولا خضراء ولا ما بنحطش حاجه، ما نعملهاش طشه، ملوش طشه، هقول له جرب يعني عادي عادي جدا. اوكي، فاحنا ايه، انا بحب الطشات، انا بتلكك عشان اعمل طشه. انا بعمل طشه للقلقاس، بعمل طشه للسبانخ، بعمل طشه للفول المقلي. وهيجي لك حد يقول لك ده مش فول مقلي، ده اسمه فول كزبري، هقول له تمام عادي عادي. هم كلهم من عيله واحده يعني، ما يجراش حاجه. خلينا نحط الثوم بالكزبره هنا كمان، يلا بينا، عشان انا ايه عايزه اقلب كده التومه بالكزبره، هتبقى حلوه قوي. ناخد كده وناخد سمنه، عندي سمنه هنا، ناخد منها معلقه، هتبقى حلوه مع البصاره، مع شويه كزبره صغيرين مش زي الملوخيه، تاتش بسيط كده من الكزبره مش زي الملوخيه كده اهو. الطشه دي بقى، انا نسيت احط الزيت بتاع البصل، انا عماله اقول انا في حاجه ناسياها، زيت البصل اللي احنا عملنا فيه التقليه ضروري. يا اسماء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، بعزك جدا والله، بحب اتفرج عليك. شكرا قوي، شكرا. الله يخليك. معلش كنت عايزه طلب من حضرتك لو سمحت. قولي حبيبتي. كنت عايزاكي توصليني للدكتوره مروه امام بعد. طب معاكي يا حبيبتي الاعداد والكنترول روم هيوصلوكي باللي انت حباه كله. حاضر، شكرا يا حبيبتي. عارفين بقى في طشه الكزبره بالثوم دي بالزيت بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، قومي رش عليها ايه؟ رشه نعناع كده، رشه نعناع ناشف. اوكي، نعمل كده. الطشه دي ممكن تبقى على وش طبق البصاره وممكن تبقى جوه البصاره. اوكي، يعني ممكن تبقى جوه البصاره ونقلبها، وممكن تبقى جوه تبقى بره كده على الوش مع البصل المحمر. يا خبار ابيض يا ام جرجس. ايوه ازيك، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تحب البصاره؟ انا بحبك قوي. ايوه البصاره، حد ينسى برضه البصاره؟ ايوه. هي الاساس بتاعنا صح، بالف هنا وشفا. الله يخليك ويديك ويرضيك، وشكرا على وقتك لينا. شكرا يا حبيبتي على مكالمتك أنا الحلوه. انا بحبك وانا بحبك قد الدنيا. معلش ممكن تساعديني بالفول انت سلطه؟ ايه الفول انت سلطه؟ حاضر حالا يا حبيبتي. هي عايزه الفول ده اللي بالصلصه؟ ايوه حاضر اهو يا حبايبي، الفول اللي بالصلصه اهو.
تعالوا ننزل بالمقادير حالا، يلا بينا. احكي لك بقى انا عملت ايه فيه، وانت قدامك كده المقدار. هقول لك يا ستي، تعالي ننزل بس بالطشه بتاعتنا كده حبه، ونسيب حبه على الوش. اوكي كده اهو، وشويه هنحطهم على الوش. نقلب الطشه الحلوه دي كده مع الفول الاحمر اللي احنا عاملينه الخطير ده. قلبت الاول بصلايا لحد ما بقى لونها بني فاتح، تمام؟ البصلايا كده في السمنه وحبه زيت، تمام، عايزه زيت بس، تمام، مفيش مشكله طبعا. وبعدين حطيت الثوم، اوكي، وبعدين حطيت الصلصه، وحطيت شويه الكمون والحاجات اللي احنا حطيناها، البهارات يعني. وبعدين حطيت الفول وقلبت كويس قوي 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 الفول مع الصلصه مع البصل والثوم والكمون وكده. وبعدين قمت حاطه عصير الطماطم وشويه ميه لحد ما غطيناه كده بشويه حلوين، وسيبناه بقى يستوي كده براحته خالص. خد تقريبا حوالي نص ساعه على النار اهو، لحد ما استوى بقى زي الفل. عملت له الطشه اللي قدامك دي، اللي هي تومه بكزبره خضراء بكزبره ناشفه بس كده، صح؟ توم، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، وسمنه. عايزه زيت بس برده شغال. تعالي، طب ممكن نغرفه؟ اوكي يلا تعالوا نغرف الفول. وانا بحبه فيه صوص عشان ما يبقاش ناشف قوي، سيبوه فيه صوص، ما بحطش رز ولا اي حاجه زي ما اتفقنا، عشان هو مع الوقت هيتقل، فبلاش ايه موضوع الرز ده، ملوش لازمه يعني، ولا رز ولا فريك ولا حاجه، هو اوريدي فول فهو تقيل. وننزل بقى بطشه الكزبره والثوم يا ولاد، وما تكلمونيش عن الاكل الاردحي تاني، عشان احنا كده احلى من اي اكل عادي ولا اي اكلة احنا متعودين عليها. محدش يقول لي بقى ان في حاجة احلى من العيش ولقمة الفول الحلوة دي، وده فول للغدا كده، وجبة غدا جميلة، مش فول فطار، لا فول غدا. يلا تعالوا نحطها هنا، هطلع فاصل سريع جدا جدا وهرجع جري، ما تروحش اي حد. رجعنا من الفاصل، تعالوا نحط الكاستر ده على النار علشان يلحق بسرعة يربط، عشان هنعمل صينية جلاش لذيذة كده وسهلة قوي، فيلا بينا ونصب بقى البصارة بعد ما نخلص الكاستر. الجلاش بالكاسترد، عايزين لفة جلاش طازة، هنستخدم تقريبا نصها يعني، مش لو انت عندك نص لفة جلاش تمام جدا. الكاسترد بقى هنستخدم كاسترد الباودر الجاهز، ممكن نحط معلقتين او ثلاثة على لتر حليب فقط، ونحط معاه نص كوباية سكر مع باكو فانيليا، وكده يبقى تمام جدا. عايزة اغليه اغنى واحلى واطعم، هحط الباكت بتاع الكريم شانتي. عايزه الموضوع يبقى خطير بقى وفظيع وغني جدا، اقوم حاطه معلقتين من قشطه وش اللبن، قشطه من المعلبه، اي نوع قشطه عندي، اقوم ايه مزوده الموضوع غناوه. اللي بيحصل ان انا بجيب الحله بتاعتي وعلى البارد خالص بحط اللبن كده، وعايزه كاسترد تقيل شويه، بحط كل الحاجات بقى الكاسترد و وانا حطيت ايه، انا مش فاهمه. ده الكريم شانتي، وهحط كل حاجه على بعضها، كله في اطباق بيضه فكله بالنسبه لي واحد. فانيليا، حطينا كل حاجه على بعض. اوكي يلا بينا، ده يطلع لك كريمه خطيره، كريمه حشوي يعني تحفه. النهارده هنعمل بيها شويه جلاش رهيب. نقلب على البارد كويس قوي الاول، وبعدين ناخد الكلام ده على النار، وطبعا مطلوب مننا تقليب مستمر جدا. عايزه اعلي بس، يلا هاخد ده على هنا، معلش، على نار اعلى، تقليب مستمر مستمر جدا علشان يسخن ويربط. معانا مين يا ام صالح؟ ازيك؟
فيك الحمد لله. اهلا اهلا، انا كويس الحمد لله. انا كلمتك قبل كده لما كنت بعمل اهداء لاخت جوزي. انا فاكره، وقعدنا نقول الناس الحلوه اللي بتحب بعضها. ما شاء الله، الله اكبر. خليكي، انا اللي بحبك جدا 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 وحياه ربنا. شكرا يا حبيبه قلبي، شكرا. انا بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليكي، تسلمي يا حبيبتي. انا عندي سؤال واهداء بس. قولي يا حبيبتي. انا عندي ايه ستوري كتير، عايزه اعمل دي حاجه حلوه وحاجه حادقه. يعني وتكون اقتصاديه. طبعا حقك، حق كلنا، حقنا كلنا نطالب بحاجات اقتصاديه طبعا. حاضر. معلش. حاضر حاضر. لا انت مش اسفه ابدا. حاضر. اوكي. من عيني. شكرا يا ام صالح. انتظريني يا ام صالح، هفكر لك. انتظروني. استنيني كده، يا هفكر وارد عليكي دلوقتي، يا هعمل لك حلقه مخصوص كده يعني الاسبوع الجاي مثلا. خلي العيش السوري في الفريزر، هنطلعه ونعمل بيه شويه حاجات. بس انا عشان في اخر الحلقه دلوقتي، وعايزه اديكي افكار لحاجه حلوه وحاجه حادقه تبقى اقتصاديه وكده، نقولها كده عادي يعني. ايه المشكله؟ طيب الكاسترد على النار، تقليب مستمر، اوعي تنسيه عشان بيشيط جدا. ده ايه ده؟ انا في حاجه دخلت لي بس مش عارفه ايه. لايه وانا ما حطيتش سكر؟ بجد؟ طيب انا ما حطيتش السكر يا جماعه، من كتر ما كل حاجه كانت شبه بعض. حطيت كريم شانتيه وكاسترد ولبن وفانيليا، وباقي ان انا احليه بسكر، عشان اوقات كتيره قوي ما بيبقاش الكاسترد مسكر، بس الكريم شانتيه احيانا بيبقى فيه شويه سكر، بس هيبقى سكر قليل قوي. واحنا مش عايزين هنا ان احنا نحط على الوصفه بتاعتنا شربات، يعني هو ده الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها. طيب تعالوا نصب البصاره وبعدين نرجع تاني للجلاش. يلا بينا اهو. بصوا قوام البصاره، كل ما هيقعد كل ما هيتقل. ها، فانت قبل ما تغرفي على طول لازم لازم تكوني خففتيها بشويه ميه سخنه. لو حسيتي ان هي تقيله عادي مش هيحصل حاجه، شويه ميه كده عشان ما تبقاش ماسكه في نفسها قوي. البصل اهو، حط شويه بصل حلوين كده، وكل واحد طبعا على حسب ذوقه. في انا بحبه، انا بحب الحركه دي قوي. شلتوه؟ مش مهم. لا لا مش مهم. ابقوا حطوا رشه الزيت بتاع البصل على الوش، ده بيبقى لذيذ، وهو ده اللي بقول لكم عليه بالطشه. يعني هو زيت البصل ده بشويه ثوم بنعناع كده بيبقى فظيع، او حتى رشه نعناع على الوش. وليمون بقى اذا بتحبوا تاكلوها بليمون. انا مش باكلها بليمون بصراحه. انا ما بحطش ليمون على اي حاجه على الاكل خالص، انا بابايا عودني على كده. حاضر. بابايا قال لي ما تحطيش بصل على الاكل، على ليمون على الاكل، عشان بيضيع طعم الاكل، وانا صدقته وفضلت مكمله كده. دي حقيقه. انا مش بحب يعني مش فعلا بيضايقني. بشرب ليمون لما عايزه اشرب ليمون، باكل ليمون، يعني اعمل اي حاجه بالليمون غير ان انا اقعد احطه على الاكل اللي انا طبخته، فيبقى الاكل فعلا فعلا كله ليمون. باميه كلها ليمون، السمك مثلا، في ناس تحب عصره الليمون، مش بعرف، ما بعصرش ليمون على حاجه. يلا تعالوا نغير بس الجلوفز اللي كله بصل، وناخد الجلاش ونكشكشه، علشان انا دهنت طبعا زي ما انتم شايفين كده، دهنت البايركس سمنه، وعندي سمنه وزيت او سمنه فقط زي ما تحبوا بقى، زبده وزيت. اوكي، وناخد الجلاش ونبتدي نعمل الكشكشه بتاعتنا. نكشكش بقى ازاي؟ مش هينفع نكشكش غير كده اعتقد يعني. كده بمنتهى البساطه، يعني مش مفيش اي حاجه فيها فزلكه خالص، احنا بس ايه بنكشكش كده 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 اهو، ونسيب فراغات كده عشان الكاسترد يتغلغل. احنا ايه؟ انا مش سامعه. وبعدين
بالظبط كده يا نور، شطورة يا حبيبتي. ماشي يلا بينا. تمام اهو كده الطبقة اللي هي ايه اللي تحت دي، تعالوا نحط هنا شوية كمان. ليكوا بقى كامل الحرية. الأول نعمل كده، نحط السمنة، ممكن ندخلها تستوي شوية وبعدين نبقى نحط لها الكاسترد بعد ما يربط، وممكن نحط لها الكاسترد على طول ونسيبهم كلهم يستووا مع بعض. أنا بشوف إن هي حاجة حلوة سهلة قوي وسريعة جدا، وممكن أي حد ينفذها ببساطة وبسهولة، لأن كله بيتحط على بعضه وبيدخل الفرن بيطلع حاجة حلوة مسكرة لذيذة قوي. وبواقي الجلاش بقى، يعني بواقي الجلاش اللي بتبقى قاعدة لنا في الفريزر من رمضان دي، حاجة كده سهلة قوي يعني. فانتوا ممكن انتوا أحرار تحطوها بقى كلها كل الحاجات على بعض. تمام، عايزين تدخلوها تبقى نص سوا وبعدين نشوف هنحط لها الكاسترد ولا هنعمل ايه برضو. تمام براحتكم، مهم ان هي حاجة سهلة وبسيطة، واصلا لو كلتوها سادة كمان من غير كاسترد هتبقى حلوة، بس طبعا هنا بقى هتحتاج ان احنا نرش عليها شربات. فنبقى عملنا شوية جلاش، صينية جلاش سادة خطيرة كده وحلوة وتجنن، وخلاص على كده. انا طبعا عندي لسه البتاع مربطش خالص. بس الفرن سخن مولع جدا، اوكي؟ فلو حابين ان احنا اقول لكم على حاجه، تعالوا نرش عليها وتشوفوها عشان ان كيس ما لحقناش. انا قلت لكم انا هعمل ايه، هحط الكاسترد بعد ما يربط كويس قوي قوي ويبقى تقل كده، هقوم نازله عليه على الجلاش وادخله الفرن لحد ما ياخد وش بالشكل ده، ولما يطلع يا ناكل كده على طول، يا اما نحط بقى رشه جوز هند، رشه اي حاجه بنحبها، عايزه تحطي شويه سوداني. تمام، انا شايفه انه من غير اي حاجه برضو تمام جدا وزي الفل جدا جدا. قولولي لو انتوا حابين. يلا بينا يلا بينا، تحبوا؟ طيب تمام ماشي. ليه؟ لا هنحاول، احنا هنستنى، هنستنى ان شاء الله. لا اوكي، هو فجأة بيربط فجأة. يعني هو بيفضل الاول متماسك كده ان هو لا انا مش هربط دلوقتي، بس يعني قلت بما ان معانا سنة وقت نحاول. بس انتوا كده شفتوا الوصفات صح؟ يعني شفتوا احنا عملنا ايه وشفنا كل الخطوات، هي بس باقي التكة البسيطة دي. اشيل بولة البصارة. ايوه ها، احطهم فين؟ عايزين نحطهم فين؟ هنا؟ اوكي ماشي. ريحة البصارة حلوة قوي قوي، بصل اخضر، طماطم مخللة، شوية فجل احمر او ابيض مع شوية جرجير مع فلفل اخضر حراق، ومش هوصيكوا بقى يعني ايه. قولي يعني ايه يبص بقى، يبص ازاي طبق البصاره بيبص ازاي. اها كده ها، مش معقوله يا جماعه كده. تمام طيب، خلصت حلقتنا. انا خلصت يا جماعه، ولسه معلش الكاسترد ما ربطش، فانتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنحط الكاسترد هنا على الجلاش وندخله الفرن، يطلع يبقى بالحاله اللي قدامكم دي. حلقه لذيذه ولطيفه وجميله، عملنا فيها البصاره، عملنا فيها كمان الفول المقلي، وعملنا فيها صينيه جلاش بالكاسترد برضو رهيبه، شويه طماطم مخلله بقى وبالهنا والشفا، ده احلى اكل في الحياه كلها بجد والله. يلا نشوفكم بكره على الهواء على خير ان شاء الله. باي باي.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.